هذا ما وراء الكواليس. تخيل إن بكل فيديو يتصور لازم تصير هالحوسة. ويا اهلا بنات، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله انكم بخير وانتم تشوفون الفيديو حق اليوم. فيديو اليوم راح ان شاء الله اوريكم طلبيتي من شيئين، الاشياء اللي اخذتها للشتاء. وغير كذا ابغى اقول لكم لاي شخص حاب يطلب من شيئين، ترى هالفتره شيئين مسوين خصومات مره رهيبه غير خصومات البلاك فرايدي، وبرضو عندي لكم كود خصم راح يخصم لكم 15% من اجمالي الطلب اللي طالع لكم على الشاشه. هذا هو الكود، وكل القطع اللي راح اوريكم اياها راح ارفق لكم روابطها بصندوق الوصف. وأول شيء أبغى أبدأ فيه اللي هو بلوفرات شيئين. أوريكم هذا البلوفر اللي لونه مرة عجبني، وكثير بعد سألوني بالفيديو اللي قبل كنت لابستها. مرة حلو يا بنات من ناحية لبس، وزي ما أنتوا شايفين كيف شكله، كيف جاي تدرج الألوان فيه مرة حلو. بس أحسه كلبس كذا مو مريح إنك تجلسين فيه ساعات طويلة، لأن قماشة شوي يحك الجلد، لكن شكله مرة حلو. وهذا البلوفر الثاني، هاللونين مع بعض مرة حلوين يا بنات، السماوي والأبيض. شوفوا كيف جاي، وبرضو القماش مريح، هذا قماشه مرة مريح. هذا من أكثر البلوفرات اللي فضلتها، حسيتها مرة ستايلي وجاي كذا أبيض وأسود، وأنا مرة أحب هاللونين مع بعض، وحسيت برضو شكله غريب، وأنا أحب الأشياء اللي كذا، فهذا مرة حلو يا بنات. وحتى القماش يتجنن. اوكي، نسقت لي لبسة راح اوريكم اياها الحين، ان شاء الله تطلع حلوة. هذه اللبسة اللي مرة مرة عجبتني وطلعت مرتبة. طبعا هذا الستايل وما قد جربت البس شيء زي كذا الصراحة، بس عجبني صدق عجبني، وحسيت كذا مع شعر مربوط كذا مرفوع او جينز وشوز كذا سبورت بيطلع مرة حلو الستايل. أخذت شوز، الله هذا من زمان خطري فيه، وشي إن بعد موفرينه بسعر مرة حلو رخيص. خلنا نشوف الحين نلبسه ونشوف كيف راح يطلع. هذا الشوز حلو تلبسونه مع جينزات مع ملابس كذا كاجول، مرة حلو حتى مع الشتا كذا البلوفرات بيطلع حلو. وهالنوع من البلايز اللي أنا ما أقدر أستغني عنها، لأن شكلها باللبس جميلة جميلة، تعرفون كيف تحلي الجسم هالقصة. فأخذت هاللون الرصاصي، في منها ألوان مرة كثير يا بنات، أنا اخترت هاللون حسيته جميل مع جينز. وشوفوا كيف حتى الأزرار كيف شكلها جاي متناسق مع البلوزة. وزي ما تعودتوا مستحيل ادخل تطبيق شيئين وما اخذ منهم بجايم، هالمرة اخذت هالبجامة. زي ما انتم شايفين اكمامها طويلة، ترى قماشها ابدا مو ثقيل، قماشها خفيف يعتبر، بس لون هيجنن يا بنات. شوفوا كيف اللون، وهذه اخر قطعة من ناحية الملابس. هذه هي القطعة كذا جاية تلبسون من داخلها شيء، بلوزة بادي اللي هو، وهذه كذا فوقها
مرة حلوة ومرتبة. هذه القطعة، تعرفون القطع اللي تلبسونه وكذا تحسونكم مرة متدفين؟ هذه كذا جايز مرة تدفي، يعني تنفع للشتاء البارد أو كذا للجلسات اللي برا، لابسين شي خفيف من تحت تلبسوني هذه، مرة مرة حلوة. أوكي، طلبت لي من التوت باجز أخذت ثنتين زي ما تشوفون، أخذت هذه وهذه، راح أوريكم إياها الحين. وهذه تجدنا صدق، والله ما توقعت على السعر هذا، سعرها مرة رخيص، ما توقعت انها بتجيني كذا، والكواليتي مرة حلو حق الشنطة، وجاية واسعة من داخل. شوفوا كيف جاية واسعة من داخل وفيها طقطق بعد، وفي برضو نوعين من اليد اللي هي الصغيرة واللي جاية كذا كبيرة تنحط على الكتف. وهذه حصلت منها أشكال وألوان من شيئين، أخذت ثلاثة بحطها على الشنطة وبوريكم كيف راح تطلع. وهذه شوفوا كيف جاية شكلها على الشنطة، مرة حلو، عطتها كذا لمسة حلوة. طبعا أنا الحين حاطة فيهم أغراض بس عشان أوريكم كيف الشكل لما تكون الشنطة مليانة، وهذا برضو نسيت أوريكم إياها، أخذت هذول الاثنين مرة حلوين بعد غير هذول الثلاثة، حطيتهم بهذه الشنطة. شوفوا كيف طلعت. وأخذت لي مواعين، صحن وملعقة وكاس كذا، طقمتهم مع بعض مع أنهم ترى مو مطقمين، أنا طقمتهم بوريكم إياهم الحين. حسيتهم مرة حلوين يا بنات، صايرة تعجبني الأشياء الخشب، وأحس كذا مع غرفتي وستايل غرفتي صاير مرة يناسب الأشياء الخشبية، فبوريكم الحين. وهذول هم، هذا جاي شوي لونه شاطح مع اني توقعت اني طقمت، بس هذا لا. المهم ايش رايكم فيهم بنات؟ مرة حلوين وجودتهم بعد حلوة، مع اني لسه ما استخدمتهم، بس ترى حجمهم يعتبر صغير، هذا كويس، بس هذول الاثنين جايين صغار شوي. وفرشة الشعر هذه للي يستخدمون جل او يعانون من البيبي هير، هذه يقولون مرة حلوة وترتب، فبنجرب ونشوف، وسعرها يمكن اتوقع 4 ريال شي زي كذا. بس والله كذا اقدر اقول وصلنا لنهاية فيديو اليوم، هذه كانت كل القطع اللي اخترتها من شيئين، وكل روابط القطع راح تكون موجودة بصندوق الوصف، ولا تنسون تستخدمون كود الخصم حقي الموجود على الشاشة. مع السلامة، وان شاء الله اشوفكم بالفيديوهات الجاية.